أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة التفجيرات الإرهابية الدموية التي وقعت السبت في العاصمة الصومالية مقديشو وخلفت مئات القتلى والجرحى. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها عن وقوفها وتضامنها مع الحكومة الصومالية في مواجهة العنف والتطرف، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة واجتثاثها من جذورها. تصاعد التوتر بين بغداد وإربيل بعد اجتماع القيادات الكردية في السليمانية الأحد، وأعلنت القوات العراقية رسميا اليوم سيطرتها على منشآت نفطية وأمنية وطرق قرب كركوك. في المقابل نفى مسؤول أمني في حكومة كردستان العراق تمكن القوات العراقية من الاقتراب من المدينة أو السيطرة على أراضٍ من قوات البشمركة الكردية، وأضاف أن حقول النفط والقاعدة الجوية الواقعة غرب كركوك ما زالت تحت سيطرة الأكراد. قتل إسنيلون هابيلون أحد قادة التمرد وزعيم تنظيم داعش في جنوب شرق آسيا، والذي أدرجته الولايات المتحدة على قائمة أكثر الإرهابيين المطلوبين في العالم في معارك اليوم في مدينة مراوي بجنوب الفلبين، بحسب ما أعلن وزير الدفاع الفلبيني. وكانت الولايات المتحدة عرضت مكافأة مالية تبلغ 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى توقيف هابيلون. قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي الأحد أنه لا يجب السماح لإيران بأن تكون كوريا الشمالية المقبلة، في إشارة إلى برنامج طهران النووي. وأشارت هيلي في تصريحات لقناة NBC إلى أن واشنطن تتوقع الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لقاء تلفزيوني أنه سيزور إيران في الوقت الملائم، وذلك بعد يومين من تجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإقرار بالتزام طهران بالاتفاق النووي. واتصل ماكرون بنظيره الإيراني حسن روحاني الجمعة مؤكدا التزام بلاده بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والدول الست الكبرى. وصلت إلى دبي وفود من 25 دولة عربية وأجنبية مشاركة في تحدي القراءة العربي، وذلك لتمثيل بلدانها في الحفل الختامي للتحدي في دورته الثانية. سيتوج الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الطالب بطل التحدي، وكذلك المدرسة الفائزة بجائزة المليون دولار إلى جانب المشرف المتميز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.